الست لما بتيجي تتجوز بتدور على حاجات معينة في الراجل، تفتكر ايه؟ اول حاجة الامان، وان هو يبقى يكون سندها وحمايتها، وبعيدا عن الفلوس. خلينا نتكلم واحدة واحدة. رقم واحد اهم حاجة ان هو يكون راجل بجد ويقدر يتحمل المسؤولية ويكون امان ليها وسند ويحتويها، بعيدا عن اي حاجة ظروف مادية. المادية دي اخر حاجة البني ادم بيتكلم فيها. انا عن نفسي ببص للبني ادم كشخص، كراجل، كحنية، كطيبة، كان هو يبقى سندي، يعوضني عن مثلا فقدان ابويا، فقدان اهلي، ويبقى معايا في كل حاجة، يبقى هو الحماية بتاعتي. هو ده اللي انا يعني بدور عليه. الامان ولا الحب؟ لا الاثنين والله، بس الامان طبعا. الامان طبعا. يعني شايفة ان الامان اهم حاجة في اي علاقه، وخاصه علاقه الجواز؟ لان الامان هو اللي بيجيب الحب. يعني طول ما في امان طول ما هيجي حب، وهيجي كل حاجه بعد كده. صدقي منطقي ان فعلا لو انا عايشه مع شريك حياتي في امان، كده كده الحب هيجي. هيجي طبعا، طول ما هي حاسه معاه بامان، وهو كل حاجه ليها، هو سندها، هو ظهرها، هو حمايتها، هو امانها، يبقى اكيد كل حاجه هتيجي. كل حاجه بعد الامان هيجي. طيب لو الراجل فيه الصفه او العاده الفلانيه الست ترفض تتجوزه؟ ان هو يكون خاين او كذاب. انا بالنسبه لي الحاجتين دول ما اقدرش اعيش مع راجل حتى لو بحبه، ان هو يكون خاين وكذاب. الست لما بتيجي تدور على شريك حياه بتدور على حاجات معينه في الراجل، ايه هي الحاجات دي؟ ممكن اول حاجه يكون متدين وبيتقي الله، يعني يكون عنده جين كويس. متدين، احنا بس عايزين نوضح للناس ان برضو التدين الظاهر ومن الباطن. ايوه، يعني من بره ومن جوه. التدين مش بالظاهر بس. تمام، يكون متدين من جوه قبل بره. بالظبط كده. حلو الكلام. اول حاجه لازم متدين. يكون متدين في الاول، يعني عشان يتقي الله فيها. الراجل اللي فاهم جينه كويس بيتقي الله في الست اللي بيرتبط بيها. حلو الكلام. رقم واحد متدين، يكون حسن الخلق. رقم اتنين عنده اخلاق. ممتاز. لازم. ايه تاني؟ يكون يعني سمعته كويسه. لازم نسال عليه كويس. لازم نسال على الراجل اللي احنا هنرتبط بيه قبل ما نتجوزه. الامان ولا الحب؟ الامان اهم من الحب. لو ادى امان هيبقى فيه حب. يعني انا لو اديت الامان لجوزي هبقى بحبه، لو انا يعني مامناله هبقى بحبه. ما هو الاثنين مرتبطين ببعض. في راجل صوت تكت مفتاح وهو داخل البيت بترعب بالعيال. طيب تفتكر ايه الحاجات الوحشه اللي في الراجل اللي تنصحي بها اي ست لو جوزك او لو خطيبك اللي متقدم لك في الحاجه الفلانيه اوعي تقبلي؟ لو عنيف، لو مثلا غبي. في راجل بيبقى غبي في المعامله، يعني مثلا ممكن يزقها، يتعنف معاها في الكلام. ده لا، ما ترتبطش بيه، لان هيبقى عنده قسوه، مش هيبقى فيه حب، هيبقى عنده غباء وقلبه جامد. لا، هي لازم تاخد الراجل الحنين. الست لما بتيجي تتجوز بتدور على حاجات معينه في الراجل، ايه الحاجات دي؟ بتدور على الراحه، الراحه النفسيه والحب والحنان. الله. والثقه وتاني والامان. الامان. الامان ولا الحب؟ الامان. الثقه ولا الحب؟ الثقه. الراحه ولا الحب؟ الراحه. طب لو مفيش ثقه في حب؟ لا، ضعيف. ولو مفيش امان؟ ضعيف برضه. انا رايي الشخصي ان اهم حاجه في العلاقه الامان، وبعد كده اي حاجه تانية. الامان والراحه النفسيه. ما هو الامان لما تحس بالامان هتحس بالراحه النفسيه. اكيد. صح؟ طيب لو الراجل فيه ايه تقول للست اوعي تتجوزيه؟ كذاب وبتاع حوارات. بتاع حوارات. وايه تاني؟ وبيقعد بقى يتلكك باي حاجه. ما بيعديش. وغلط. وما عندوش ثقه بنفسه. بيبقى عاوز يبني يهد الست لو هو لقاها ان هي بتبني نفسها. هو هي بتبني نفسها. لكن طبعا الخيانه لا، مستبعدين الخيانه. لا الخيانه ده شيء اكيد طبعا. نسيت الخيانه. لا كل الستات يقول لك اهم حاجه الخيانه. ما هي الخيانه ديت مش بيبينها في الاول، بيبينها بعدين. بعد فتره طويله شويه. لكن في البدايه عمره ما يبين ان هو خاين. لو انت شفت ايه مثلا في عريس بنتك تقول لها ده مش هينفع لك؟ في حاجات كتير فيها. بخيل مثلا. يكون مش ملتزم دينيا، ما بيصليش. انه لو ملتزم هيحفظها وهيحافظ عليها يعني.
انما طبعا حته في حاجات معينه ما ينفعش يعني. يعني قلنا اول حاجه بخيل، تاني حاجه مش ملتزم. مش ملتزم دي اهم حاجه، لو ملتزم هيحافظ عليها وانا هبقى مطمن عليها وهي معايا، يعني مش هيبقى فيها مشكله خالص، وهيرعيها وهيرعي ربنا في معاملتها وكل الكلام دوت. انما لو مش ملتزم دي هحط تبقى فيها كذا علامه استفهام، وانا مش هوافق طبعا بحاجه زي كده. طيب لو عصبي بزياده؟ العصبيه ما برضو يعني صفه مش كويسه، بس هو لو ملتزم يعني احنا قلنا الاساس، لو احنا كرجاله لا ليه احنا بشر كلنا صح، وانا بتعصب وانت بتتعصب وغيرنا بيتعصب، مش عايزين ننكر ونقول كلام غير، انا بتكلم على الاوفر على الراجل اللي لا طبعا لو عصبيه ده توصل مثلا درجه الضرب او حاجه ما عندوش حدود. لا ما ينفعش لا انا مش مخلف بنتي ومربيها وصارف عليها عشان خاطر تروح تتبهدل في بيت حد تاني، ما ينفعش. طب لو جالك مثلا مليونير بس اخلاقه يعني مش ولا بد؟ لا طبعا هتعمل ايه الفلوس قصاد ان انت تبقى مش مستريحه؟ لا طبعا. رايك ايه يا زمو؟ لا انا عايز رايك الشخصي. ايوه فعلا زمو قال والله. يعني لو جاء عريس لاختك وشفت فيه حاجه مش عاجباك، ايه الحاجه اللي ممكن ما تكونش عاجباك؟ لو فعلا لو ممكن ما يكونش بيصلي ولو اخلاقه وحشه ومعصبي وكده تضربه؟ لا بضربها. تلعب انت بتلعب حديد بقى شكلك. بلاش اعلقها من فوق. لا نرفض الموضوع من الاول خالص بدل ما نوصل لدرجه مشاكل وخناقات وكلام من ده. لا طبعا طبعا كده الواحد بيسال على اي عريس بيجي البنت لازم يسال عليه كويس قبل ما يوافق او قبل ما ياخد قرار يعني.